النهاردة هعمل تشيكن ستريبس وهعملها كمان بالبافلو صوص، فتعالوا معايا. اول حاجة هقطع البانيه ستريب، هحط لبن رايب بملح وفلفل وثوم باودر وبصل باودر، هحط ثوم مفروم بس مش كتير، وهحط كيس كاتشب يعني معلقة كاتشب. هسيبها بقى في التلاجة ساعتين. هتبل الدقيق برضو بملح وفلفل وثوم باودر وبصل باودر، وبعد ما سبت الفراخ ساعتين في التتبيله هطلعها هحطها في الدقيق والميه. هحطها 3 مرات في الدقيق ومرتين في الميه. خلصت الكميه كلها وفي زيت سخن هقليها لحد ما يبقى لونها ذهبي كده. عشان البافلو صوص بقى هحط هوت صوص، هحط معلقه صغيره عسل، لو عايزين اكتر ممكن تحطوا، وهحط مكعبين زبده. هقلبه بقى وكده الصوص يكون جاهز. هحط فيه التشيكن ستريبس اللي عملناها، وده شكلهم. اتمنى تجربوهم وتقولولي رأيكم. عايزين فيديوهات ايه تاني؟ وباي باي.